العيلة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي حياتها اتشقلبت اول ما تبعت لهم رسالة مرعبة على البيت بتقول امشوا يا اما هتموتوا كلكم، ومحدش فيهم كان متوقع ان كلام الرسالة دي فعلا هيتنفس. ازيكم يا جماعة؟ قبل ما ابتدي الحلقة عايز اقول لكم بس حاجة كده بسرعة، انتوا عارفين ان انا ماليش قوي في جو اعملوا لايكات وشير والكلام ده، ولكن في اخر كام فيديو نزلوا على الفيسبوك الريتش كان واقع، فياريت تظبطوا الدنيا كده شير والحاجات دي يعني عشان نرجع طبيعي تاني. ودلوقتي بقى كالعادة عندي طلبين، اطفوا النور وحطوا السماعات ويلا بينا نبدأ في القصة. قضيتنا النهاردة عن ست باسم باجي، والست دي كانت عايشة مع ولادها التلاتة وبتربيهم لوحدها تماما، يعني عيشة صعبة جدا، لغاية ما اتجوزت راجل تاني اسمه باي كار وكان عامل منجم، والراجل ده كان عنده طفلين من واحدة تانية، ولكن بعد ما اتطلقوا هو قابل باجي وحبها جدا هي وولادها، فقرر انه يتجوزها وينقلوا المدينة صغيرة اسمها التراس في فلوريدا، وراحوا المنطقة دي بالذات عشان بيتقال ان دي اكتر حتة مناسبة لتربية الاطفال، هادية ما فيهاش جرايم وكله عارف بعضه هناك، لدرجة انك ممكن تسيب باب بيتك مفتوح ومش هتتسرق، وطبعا ده كلام قليل قوي في بلاد برة، واعتقد فيديوهات كاميرات المراقبة بتثبت الموضوع ده، فطبعا المدينة دي كانت المكان المناسب بالنسبة لهم. وجوزها على فكرة كان راجل جميل قوي، واي حد كان بيتعرف عليه كان بيحبه على طول عشان هو كان شخصية اجتماعية جدا. ومن ناحية بيجي فهي اشتغلت مع بنتها سيسي في مطعم قريب من بيتهم، والحياة كانت مستقرة وهادية لغاية يونيو 1988، عشان دوين ابن بيجي لقى رسالة في صندوق البريد اللي عندهم في البيت، والرسالة دي كانت غريبة عشان بتقول امشوا من فلوريدا للأبد يا إما هتموتوا كلكم. فطبعا الولد أول لما شاف الرسالة راح رايح لأبوه على طول وحكاله عليها، بس الأب مهتمش قوي وقال له أكيد حد بيهزر معاك يعني هزار أطفال، مع إنهم لسه ما تعرفوش على حد قوي عشان يهزر معاهم بالشكل ده يعني هزار بايخ. بس المهم إن بعد 4 شهور في 23 أكتوبر 1988 الأم وبنتها راحوا الشغل كالعادة، بس على نص اليوم كده الأم ابتدت تحس بألم جامد في دراعها، فتوترت ونادت على بنتها وقالت لها إن اللي بيحصل ده شكله أزمة قلبية، وبعد دقايق رجليها نملت وناحية قلبها كله ابتدى يوجعها أكتر، فطبعا البنت خدت الأم على البيت عشان تريح هناك، بس هي تعبت اكتر، والغريب ان جوزها ما كانش عايز يوديها المستشفى عشان اكيد ده توتر او مش متعودة على الاجواء الجديدة، يعني من الاخر اكيد مش حاجة جد، ولكن اولادها اصروا ان هم يروحوا، وفعلا ده اللي حصل. وعايز اقول لكم ان الدكاترة هناك ما كانوش فاهمين هي الام عندها ايه، وكان كل ما الوقت بيعدي كل ما حالة الام كانت عمالة تسوء لدرجة انها ما بقتش قادرة تفتح عينيها ولا تتكلم، وغير كده شعرها ابتدى يقع، ومش مثلا خصلة وخصلتين، ده كان بيقع بكمية كبيرة يعني تشده في ايدك كده. ولكن بعد 3 ايام في المستشفى التنميل هدي وحالتها ابتدت تتحسن، وساعتها الدكاترة ادولها الاذن عشان تروح البيت، وكتبوا لها على ادويه تهدي الوجع لو زاد تاني من غير ما يعرفوا ايه سبب المرض الغريب اللي جالها ده، وفعلا عدى كام يوم وبقت كويسه لغايه ما الالم رجع تاني، والمره دي ما كانتش لوحدها عشان هي وابنها دوين وترافيس ابن بايكار حسوا بنفس الحرقان والوجع اللي عندها، ولكن اول ما الدكاتره عرفوا الموضوع شكوا ان دي اعراض ماده اسمها الثاليوم، والماده دي لو مش عارفينها هي عباره عن معدن ملهوش ولا طعم ولا ريحه وموجود بشكل طبيعي في الجسم ولكن بكميات قليلة، ولو حد خد كمية كبيرة من المادة دي في وقت قليل ممكن يجيله إحساس بالترجيع والإسهال وتساقط الشعر، والأسوأ من كل ده إن جهازه العصبي ممكن يتدمر تماما. أنا عايز أقول لكم إنه هو كان بيستخدم في سم الفئران زمان لغاية ما اتمنع استخدامه في 1972، أنا قلت بس أقول لكم عشان تعرفوا قد إيه المادة دي خطر على البشر. وفعلا الدكاترة خلوها هي وأولادها يعملوا التحاليل، والغريب إنهم لقوا في جسم بيجي إن المادة دي موجودة بنسبة عالية جدا، في الواقع هي كانت أكتر 50 مرة عن المعدل الطبيعي في جسم الإنسان، ونفس الموضوع كان بينطبق على أولادها بس يمكن بكمية أقل شوية. فالدكاترة ما كانوش فاهمين هم جابوا المادة دي منين، إزاي دخلت جسمهم أصلا، عشان زي ما قلتلكوا هو تم حظرها تماما، وبسبب الكمية الكبيرة اللي في جسمهم في 31 أكتوبر بيجي دخلت في غيبوبة، والولدين كانوا على جهاز التنفس الصناعي والتلاتة حالتهم كانت غير مستقرة، وهنا ساعتها الدكاترة اتصلوا بالشرطة عشان هم كانوا شاكين ان دي محاولة قتل، والمتهم الأساسي كان الأب،
فساعتها الشرطة عملت له تحاليل عشان يشوفوا نسبة المادة دي في جسمه، وكانت الصدمة لما التحاليل طلعت وقالت ان المادة دي موجودة عنده بنسبة كبيرة، ولكن مش قد مراته ولا الاولاد، وعشان كده حسوا ان ممكن يكون بيعمل كده عشان يبعد الشبهات عن نفسه، يعني بيستسكى من الاخر. فابتدوا يفحصوا كل حتة بيروحها عشان هم لو لقوا اثر للمادة دي عنده يبقى خلاص القضية خلصت. ولكن هما مهما دوروا ما كانش فيه اي حاجة بتثبت انه استخدم المادة دي اصلا. فبعدها اتجهوا على بيته، وهناك كانت الصدمة عشان هما هناك لقوا فعلا اثار للثاليوم، بس ما كانتش مثلا في درج او برطمان في الزبالة مثلا، لأ هما لقوها في ازايز الكولا اللي كانوا بيشربوا منها. وعرفوا بعد كده ان كل ازازة منهم كانت بتحتوي على جرام كامل من مادة الثاليوم، ودي كفيلة بانها تقتل بني ادم. فطبعا ساعتها حاجتين جم في دماغهم، يا اما المشكلة من مصنع كولا ذات نفسه، يا حد يعرفهم عايز يأذيهم. بس طبعا عشان مستحيل ان شركة كبيرة زي كوكاكولا تغلط غلطة زي دي، ده وصلهم لنتيجة واحدة، وهي ان الحركة دي مقصودة. بس المشكلة كانت ان الشخص ده مش شخص عادي، ده شخص ذكي جدا، عشان مادة الثاليوم لما بتتحط في الكولا هتفور، ده غير ان هي برضو هتسيب رواسب تحت في الازازة، فلو حد شافها عمره ما هيشرب منها. ولكن الشخص اللي ورا الموضوع ده عمل خليط من المواد الكيميائية عشان ما يبانش ان الازازة اتحط فيها المادة دي، يعني شغل واحد كيميائي شاطر جدا. وطبعا كون الاب مجرد عامل مناجم فاستبعدوه. بس عايزين تعرفوا ايه اغرب حاجة؟ ان دي مش اول مرة العيلة كلها تتسمم، عشان من سنتين كلاب العيلة كلها ماتت مرة واحدة بعد ما شعرهم كل وقع قبل ما يموتوا. فالحادثة دي مش بتفكركوا بحد؟ وده معناه ان المجرم بقاله فترة بيعذب في العيلة دي. ولكن للأسف اكتر واحدة ضاقت العذاب كانت بيجي، عشان الولدين خفوا، بس هي كانوا ربطنها في السرير عشان هي كانت بتتحرك كتير من كتر الألم، وحاولت أكتر من مرة إنها تشيل جهاز التنفس الصناعي اللي عليها عشان تنهي العذاب ده، لغاية ما زي ما قلتلكوا دخلت في غيبوبة طويلة. وفعلا في 3 مارس 1989 بيجي توفت وهي عندها 41 سنة بس، بعد ما جوزها وافق إنهم يشيلوها من على جهاز التنفس الصناعي ويحرروها من الألم اللي عاشت فيه لشهور طويلة. وبعدها طبعا هو والعيال كلهم نقلوا من البيت خالص، عشان البيت بتاعهم اللي كان في يوم ما بيت الأحلام اللي هيعيشوا فيه حياة سعيدة، للأسف حاجات كتير قوي ماتت جواه. ومن ناحية الشرطة هم اتكلموا مع كل الناس اللي في المنطقة، ولكن اكتر واحد شكوا فيه كان راجل باسم جورج تريبال ومراته ديانا اللي كانوا ساكنين في البيت اللي قدامهم على طول. طب ليه شكوا فيهم هم خصوصا؟ السبب الرئيسي كان ان جورج دخل السجن زمان عشان اتقبض عليه وهو بيبيع مواد كيميائية غير قانونية، وغير كده مراته كان عندها ماجستير في الكيمياء، بمعنى ان لو في حد ذكي بما فيه الكفاية عشان يعمل الخطة دي اكيد هيكونوا هم. وعرفوا كمان انهم اعضاء في مجتمع المنسى، وده مجتمع للناس اللي عندهم معدل ذكاء عالي جدا في البلد. وبيعملوا ايه بقى لما يتجمعوا؟ كانوا بيلبسوا ملابس تنكرية ويحلوا قضايا قتل غير محلولة، فيعني واضح ان هم بيحبوا جو الجرائم والترو كرايم والحاجات دي كلها زيكو وزي. لما اتكلموا معاه استغربوا ان هو مهتمش ان جارته ماتت، بالعكس هو فضل يقول كلام عنهم وحش زي ان كلابهم كانت دايما مزعجة. وكمان حكى عن مشكلة كبيرة حصلت ما بين مراته وبيجي، عشان يومها ولاد بيجي كانوا مشغلين اغاني بصوت عالي، فطبعا هم اتضايقوا ودبوا في بعض يعني. بس لما جم سألوه تفتكر ليه حد ممكن يعمل كده فيهم، جورج قال ان اللي عمل كده اكيد كان عايزهم يمشوا من المكان. نفس اللي موجود في الرسالة بالظبط. وعشان كده يومها خرجوا من البيت متأكدين ان هو المجرم، ويمكن كمان يكون ورا موت الكلاب المفاجئ. بس المشكلة كانت ان مفيش ولا دليل ملموس يأكد احساسهم، فشافوا ان الحل الوحيد انهم يبعتوا ضابط متخفي عشان يتعامل مع جورج ومراته، شخص يصاحبهم ويخليهم يحكوله كل حاجة. وانت دلوقتي اكيد هتقولي طب ليه ما قبضوش على الراجل على طول ويدخلوه غرفة التحقيقات ويضغطوا عليه لغاية ما يعترف؟ وده تفكير تمام، ولكن من ناحية جورج الشرطة لاحظت ان هو شخص منطوي، شخص ما بيحبش الكلام كتير، فلو ضغطوا عليه بالشكل ده مش هيتكلم خالص. وعشان كده كلفوا ست باسم سوزان جوريك انها تمسك القضية، وساعتها هي صنعت شخصية مختلفة واسمها شيري، واحدة حياتها وحشة وجوزها بيضربها. وبعدها بعتت رسالة لجورج بتحكي فيها قصتها وانها عايزة تكون معاهم في مجتمع المنسى، وفعلا جورج اول لما شاف الرسالة وافق على طول، قلبه كبير. وبعد ما اتكلموا كذا مرة مع بعض جورج وسوزن بقوا صحاب جدا، ولكن مهما اتكلموا هي ما عرفتش خالص توقعه في الكلام، وكانت دايما حاسة انه بينقي كلامه كويس معاها. ولكن شكها زاد فيه اكتر لما في يوم راحت له البيت
وهناك شافت رواية للكاتبة أجاثا كريستي باسم The Bale Horse. طب إيه ده؟ إيه لازمة المعلومة دي؟ أنا عايز أقول لكم إن الرواية بتتكلم عن قاتل بيقتل ضحاياه بمادة الثاليوم. مش هقول أكتر من كده، بس برضو ده مش دليل. بس مرة واحدة عرفت إنه ناوي ينقل من بيته ويروح منطقة تانية عشان شغل مراته، فساعتها عرضت عليه إن هي تأجر البيت منه عشان تبعد عن جوزها اللي بيضربها، وجورج وافق، يعني وافق على طول كمان. وطبعا أول ما جورج خرج من هنا الشرطة دخلت على طول وراه، وكانوا عمالين بياخدوا أي حاجة بيلاقوها عشان يبعتوها لمكتب التحاليل على أمل إن هم يلاقوا أي أثر لمادة الثاليوم عشان يقبضوا عليه على طول. وبعد ما جمعوا كل الحاجات اللي في بيته، سوزان كلمته في يناير 1990 وقالت له انها عايزه تقابله، ولما قعدوا سوا قالت له ان الشرطه جت لها البيت وانهم بيدوروا عليه. وطبعا المقابله كلها الشرطه كانت بتسجلها على امل انه يعترف اخيرا، بس كل اللي جورج قاله انه قلقان يكون مشتبه رئيسي في القضيه دي وبس كده، ما قالش اي حاجه تانيه بعدها الا حاجه واحده، وهي انه عرض عليها تيجي معاه بيته الجديد، بس هي رفضت. وقدام هتحمد ربنا على القرار ده. وفي يوم 4 ابريل 1990 الشرطه جات لهم اخيرا المكالمه اللي كانوا مستنيينها من معمل التحاليل، عشان قالوا لهم انهم لقوا اثر لماده الثاليوم موجود في برطمان صغير، البرطمان اللي كانوا لقوه في الجراج بتاعه. وطبعا بعد ما عرفوا المعلومه دي الشرطه اتجهت على بيت جورج الجديد وقبضوا عليه بتهمه القتل المتعمد. وفي خلال تحقيقاتهم معاه فتشوا بيته الجديد واكتشفوا هناك حاجات فعلا مرعبة، حاجات بتثبت ان جورج وراه سر اقل ما يقال عليه انه مظلم، عشان هم لقوا كميات كبيرة من المواد الكيميائية عنده، حرفيا معمل كامل في بيته. والاغرب ان هم لقوا كتاب اسمه اكتشاف السموم في الاعضاء البشرية، وطبعا كان في معلومات عن اثر المواد الكيميائية في جسم الانسان وكانت منهم الثاليوم. بس هم بعد كده لقوا حاجة يعني ملهاش تفسير، يعني دي أقل حاجة أقدر أقولها عليه، عشان هم لقوا أوضة سرية في القبو بتاع البيت، والأوضة دي كانت عازلة للصوت تماما، وفيها سرير خشبي وكلبشات وأكرة الباب مكسورة من جوه، والشباك طبعا مقفول تماما. فحتى لو ما كانش ليه علاقة بموت بيجي، هو كان بيعمل ايه هنا؟ ليه الأوضة دي عازلة للصوت؟ هو ليه عنده أوضة مخفية أساسا؟ وطبعا هنا سوزن لما عرفت موضوع الأوضة ده كانت بتحمد ربنا إنها ما راحتش معاه البيت يومها، عشان هي كانت فعلا ممكن ما ترجعش تاني. وطبعا بعد كل الأدلة دي محاكمته أخيرا بدأت في يناير 1991 اللي فيها كل الأدلة اللي معاهم ظهرت، زي أثر مادة الثاليوم الموجود في الإزازة والمفكات الصغيرة اللي لقوها عنده، واللي بيعتقدوا أنه استخدمها في فتح أزايز الكوكاكولا قبل ما يحط فيها المادة طبعا. وكمان لقوا مجلة بعنوان الثاليوم المادة اللي بيستخدمها المجرمين، وكان كاتب عليها ملاحظات كتير، منهم واحدة بتقول أنه عايز يتخلص من جيرانه. بس من ناحية جورج في المحاكمة هو كان ساكت وهادي وكان مرات مبتسم، وده شيء يدل أن الشخص ده ليه جانب شيطاني محدش كان يعرفه. بس المحامين بتوعه قالوا إن الأدلة دي كلها مش مقنعة بما فيه الكفاية، عشان أول حاجة الإزازة مش عليها بصماته، وتاني حاجة لو هو فعلا شخص ذكي زي ما بيقولوا ليه هيكتب الملاحظات دي؟ ليه هيسيب الإزازة أصلا؟ وبالنسبة للأوضة فهو ليه ميول يعني جنسية غريبة، عشان هما برضو لقوا جوه مانيكان لابس لبس العبودية. بس في 6 مارس 1991 هيئة المحلفين شافوا إن جورج مذنب وانه شخص مجنون كان عايز يتخلص من جيرانه، وفعلا اتحكم عليه يومها بالاعدام عن طريق كرسي الكهرباء. ولغايه دلوقتي مش معروف هو ليه عمل كده او لو هو القاتل اصلا. بس الاهم من كل ده ايه الاوضه السريه دي؟ كان بيعمل فيها ايه؟ هل فعلا كانت لميول غريبه مش اكتر، ولا جورج كان ليه ضحايا تانيه؟ ومع ان القضيه دي ظهر فيها حكم، الاسئله اللي لسه في دماغي كتير، وعشان كده حابب اعرف اجاباتكم في الكومنتات. وعايز اقول لكم حاجه اخيره، راقبوني كويس الفتره الجايه على الفيسبوك وعلى انستجرام اللي طالع قدامكم دلوقتي، عشان انا قريب جدا هيكون عندي مفاجاه، حاجه اتمنى تحبوها يعني. بس مش عارف ايه رايكم كده لو كتبت روايه رعب. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.